الخير ع فلسطين، على اللي مجمع الأحباب، ع تغريدة أمل وحنين تذكرنا بهالأصحاب في فلسطين هذا الصباح. أهلا بكم مشاهدينا لحلقة جديدة ومشوار صباحي آخر دائما وعبر شاشة تلفزيون فلسطين. بنطل عليكم ببرنامجنا المعتاد بهذه الأوقات عادة من فلسطين هذا الصباح، نصحك بكم به لغاية الساعة العاشرة. أنا ويارا صباح الخير. يسعد صباحك نورة وصباح الخير لكم مشاهدينا. فقرات عديدة لليوم السبت 16 من تشرين الثاني، خلنا نتوقف لنشاهد أبرزها. بأولى محطاتنا نتحدث عن الذكرى 31 لإعلان وثيقة الاستقلال. أيضا نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني الذي قام به مركز الإحصاء المركزي. نعم، ومن أبرز هذه النتائج اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، إحدى أكثر أنواع العنف بحق شعبنا. وأبرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة سوشيال مع زميلتنا رند فعلت. أما بزاويتنا الصحية لليوم فقرة صحي الصارية نتحدث عن الكينوا، فوائد وطرق تحضير. وأخيرا فقرة اعرف بلدك مع زميلتنا ريما العملة. نعم مشاهدينا، يعني هذه رح تكون هي محطاتنا ومشوارنا الصباحي اللي بيمتد للساعة العاشرة لليوم، ولكن احنا دائما ما بننسى زاويتنا الصباحية لهاليوم، نتحدث فيها عن حالة الطقس، توقعات درجات الحرارة، كمان الجولة الإخبارية أيضا في صباحنا. صحيح، كل هذا مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. أهلا فيكم مشاهدينا من جديد لتفاصيل النشرة الإخبارية لهذا اليوم، النشرة اللي بنهتم فيها بهذا الفصل كثيرا بالأخص مع بداية تعرض بلادنا لمنخفضات جوية. ونتحدث اليوم السبت، بمتوقع أن يكون الجو غائم جزئي لا غائم وبارد نسبيا، بترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. يتوقع أيضا سقوط زخات متفارقة من الأمطار على معظم المناطق، اللي بتكون كمان مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، كمان في ساعات المساء والليل تتضاعف فرصة سقوط الأمطار. الرياح الشمالية غربية لجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط
متوسط ارتفاع الموجة. أما الأجواء مشاهدينا هذه الليلة بيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، باردا نسبيا أيضا إلى بارد، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموجة. الآن بنستعرض برفقتكم درجات الحرارة العظمى المتوقع أن تسجل لهذا اليوم في محافظات الوطن. أبدأها من العاصمة القدس 19 درجة مئوية، في رام الله 18 درجة مئوية، نابلس 20 درجة مئوية، ترتفع العظمى في طباه 26 درجة مئوية، في جنين 25 إلى طول كرم وطول كرم 24، في قلقيلية 25 درجة مئوية، سلفيت 19. بانتقالنا إلى أريحة العظمى فيها 30 درجة مئوية لهذا اليوم، بيت لحم 19، وأخيرا مع الخليل 18 درجة مئوية. ننتقل إلى المحافظات الجنوبية ونستعرض درجات الحرارة العظمى هناك، من غزة 25 درجة مئوية، دير البلاح 24 درجة مئوية، خان يونس 25 درجة مئوية، وأخيرا مع رفح 24 درجة مئوية العظمى لهذا اليوم. أما إحنا بنواصل مشاهدينا نتحدث عن درجات الحرارة العظمى متوقع أن تسجل في بعض العواصم العربية والعالمية. نعم مشاهدينا نتمنى دائما لكم دوام السلامة، ويعني الانتباه والحذر من بعد يعني الفرصة هي موجودة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في ساعات النهار وأيضا في المساء. نتمنى لكم كمان أجواء لطيفة طيبة، وإحنا لزاويتنا الإخبارية من مشوارنا الصباحي لهذا اليوم مع يارا. نعم نورا، أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وإلى الصحف المحلية وأبرز ما جاء فيها. الحياة الجديدة، الأيام والقدس، وماذا جاء فيها لهذا الصباح لليوم السبت 16 من تشرين الثاني. الحياة الجديدة عنونت في خبرها الأول: الرئيس يرحب بتصويت الأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على تجديد تفويض الأونروا. وهذه هذا التصويت جاء ووصل إلى 170 دولة مقابل تصويت دولتين وهما الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار. وأكد الرئيس أن هذا التصويت هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وتعبيرا عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. نتابع أيضا مشاهدينا من الحياة الجديدة: إصابة عشرات المواطنين في صريف وكفر قدوم وبيت لحم، بينهم صحفي. الصحفي الزميل الذي أصيب هو معاذ عمارنة، أصيب برصاصة مطاطية في عينه ونقل إلى المشفى الأهلي، ووصفت جروحه بالمتوسطة إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق. نتابع من الحياة نقل الأسير سامي أبو دياك إلى المشفى بوضع صحي حرج. ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الذي يبلغ من العمر 37 عاما من محافظة جنين مصاب بالسرطان. ننتقل وإياكم إلى خبر آخر: أسامة الأشقر ومنار الخلاوي، خطوبة تتحدث السجن والسجان. وفي تفاصيل هذا الخبر: تحولت خطبة فتاة لأسير يقضي حكما بالسجن المؤبد إلى مناسبة وطنية خيمت عليها أجواء التضامن مع الأسرى، ووصلت جاهة كبيرة من محافظة طول كرم إلى قرية وادي رحال جنوب بيت لحم لخطبة الفتاة منار للأسير أسامة الأشقر المحكوم 8
مؤبدات. وقال والد الأسير عندما وقف ليطلب الفتاة لابنه أن الاحتلال لن يستمر ولن يتمكن من مغالبة عواطفه، مؤكدا بينما نزلت الدموع من عينيه: أتقدم بطلب ابنتكم منار لابننا أسامة الذي سيحرر من السجن غصبا عن العدو. ومشاهدينا ننتقل إلى صحيفة الأيام. الرئيس يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول العالم ومسؤولين في العالم لمناسبة الاستقلال، حيث تلقى الرئيس محمود عباس العديد من برقيات التهنئة من رؤساء دول ومسؤولين في العالم في الذكرى 31 لإعلان الاستقلال. وتلقى الرئيس برقية من نظيره العراقي مؤكدا حرص بلاده المستمر على تطوير وتمتين العلاقات الأخوية بين العراق وفلسطين بما يخدم المصلحة المشتركة لشعبينا ويسهم في تقديم منطقتنا واستقرارها. أيضا رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية يقول بأن إسرائيل تخلق واقعا متدهورا في فلسطين. وأوضح شتية أن الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن نتج عن الإجراءات الأحادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي والتي تعكس مضمون الصفقة الذي لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين. من الأيام أيضا مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بيت سلم: ارتفاع حاد في عمليات هدم المنازل للفلسطينيين بالقدس المحتلة خلال عام 2019. وأشار المركز إلى أن عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية خلال العام 2019 كان أكثر مما هدمته في أي سنة خلال السنوات 15 الأخيرة. إلى صحيفة القدس: المجلس الوطني شعبنا لن يقبل الانتقاص من حقوقه. وهذا جاء في تأكيد المجلس الوطني في الذكرى 31 لإعلان وثيقة الاستقلال. وقال المجلس الوطني بأن شعبنا لن يقبل بالمشاريع التي تنتقص من حقوقنا الوطنية المشروعة الممثلة بالحرية والعودة والدولة المستقلة بعاصمتها مدينتها القدس. 50,000 مصلٍ أم الأقصى وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال. وندد خطيب الجمعة الدكتور إسماعيل نواهض بما تعرض له قطاع غزة من عدوان، وقال في الخطبة أن ما تعرض له أهلنا في غزة هاشم في الأيام السابقة من عدوان مميت استهدف المدنيين والأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال والمؤسسات والمباني بالأسلحة المدمرة. هذا العدوان يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان ولجميع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والإنسانية. من الأخبار المنوعة التي اخترناها لكم على صحيفة القدس: طفل بلجيكي في 9 من العمر يتخرج من الجامعة ويستعد للدكتوراه. يستعد الطفل البلجيكي لوران سيمونز الذي يبلغ من العمر 9 سنوات للتخرج من جامعة للتكنولوجيا بهولندا الشهر المقبل حاملا شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية. وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فإن أستاذة لوران دائما تصفه بأنه طفل غير عادي وتشبهه بالإسفنجة تعبيرا عن قدرته الهائلة على تخزين المعلومات. أخيرا من الأخبار المنوعة أيضا التي جاءت على صحيفة القدس: ومن السلفي ما قتل. هذا العنوان تحدث عن ما ذكرته شرطة سياحية في تايلاند، حيث أن سائحا فرنسيا توفي أثناء محاولته أخذ صورة شخصية سلفي عند شلال مياه في تايلاند. ووقع الحادث بعد ظهر أمس الخميس في جزيرة في جنوب تايلاند، وسقط الرجل الذي يبلغ من العمر 33 عاما من شلال مياه، رغم أن هناك لافتات تقول ويكتب عليها بأنه ممنوع الدخول، حيث أن هذه المنطقة خطيرة جدا والمنطقة شديدة الانحدار وزلقة، وهناك انزلق الرجل الفرنسي وتوفي. مشاهدينا، كانت هذه أبرز الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية الثلاث: الحياة الجديدة، الأيام، والقدس. ونتابع الآن فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه، فإن المجلس الوطني يعلن بسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. اهلا فيكم مشاهدينا من جديد باولى محطاتنا الصباحيه لهذا اليوم، واللي بنتحدث فيها عن الذكرى المهمه اكيد لكل مواطن فلسطيني منذ 31 عاما، الذكرى 31 لاعلان وثيقه الاستقلال التي كانت في الجزائر واعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات. نعم مشاهدينا، يعني وقف الرئيس الراحل الرمز أبو عمار أمام دورة المجلس الوطني 19 وأعلن استقلال فلسطين في 15 من تشرين الثاني في عام 1988. طبعا هذا الإعلان هو شكل منعطف تاريخي في سياسة منظمة التحرير، واستند أيضا في النص الذي كان في الوثيقة في شرعيته إلى قرار الأمم المتحدة. وللوقوف أكثر عند هذه الذكرى يسعدنا الترحيب بالسيد باسم برهوم المحلل والكاتب السياسي. سعد صباحك سيد. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يعني سنويا نحتفل ونحيي هذه الذكرى، يعني منردد أيضا في أذهاننا جملة الشهيد ياسر عرفات عند إعلانه لهذه لنص الوثيقة من الجزائر. سنويا وكأنها يعني نتأثر بها وكأنها هي تعني للفلسطيني الكثير، ربما يطمح أيضا لإعلان بشكل فعلي على أرض الواقع لدولة مستقلة بعيدة عن الاحتلال، بعيدة عن المعاناة اليومية، بعيدة عن العنف المتوجه لشعبنا من قبل قوات الاحتلال اليومية باتجاه الأرض، باتجاه الشعب، باتجاه المواطن. يعني من بعد هذه السنوات كيف تتغير المشاعر اتجاه هذا الإعلان؟ يعني أول شيء صباح الخير لكافة المشاهدين. أعتقد أن هذا الإعلان جاء في لحظة تاريخية مهمة، يجب أن لا تفوتنا اللحظة التاريخية. نعم، وجاء في ذروة الانتفاضة الشعبية الكبرى. نعم، التي بدأت كما تعرفون في نهاية عام 1987، والإعلان تم في 15 تشرين الثاني نوفمبر 1988. كانت الانتفاضة في جدوتها، في ذروة عطائها دعني أقول. فهناك لحظة تاريخية أدرك فيها أولا الإسرائيلي أنه لا يمكن أن يحكم شعب آخر، وهذا يعني ما أفرزته الانتفاضة الشعبية، شعب بأكمله ينتفض تحت الاحتلال وضد الاحتلال. وبالتالي أدركت الحكومات الإسرائيلية في تلك اللحظة أنها لا يمكن أن تسيطر، وهي قالت ذلك، على شعب آخر. وأيضا أدركت منظمة التحرير أنها اللحظة التاريخية بالنسبة لها لبلورة مشروع وطني أساسه الدولة المستقلة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. بعتقد أن أهمية هذه الوثيقة وهذا الإعلان هي أهمية اليوم، هي أهمية رمزية تجسد أمل وطموحات الشعب الفلسطيني بنفس الأهداف، أهداف المشروع الوطني في الحرية والاستقلال. إذن هي تأكيد أن الشعب الفلسطيني متمسك بثوابته الوطنية، متمسك بأهدافه وأيضا بحقوقها الوطنية، لأنه كما تعلمي أن كل مسعى المشروع الصهيوني هو إلغاء الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، الحقوق السياسية الوطنية والتي لخصها إعلان الاستقلال. نعم، يعني سيد باسم دعنا نتحدث أيضا عن النص الذي كان مكتوب في وثيقة الاستقلال والذي كتبه الشاعر الفلسطيني محمود درويش، والذي يعتبر أيضا من أفضل النصوص السياسية التي كتبت وتم الإعلان عنها. نتحدث عن هذا النص ومحدداته. يعني بالتأكيد كان يعني الإعلان كان إحدى القطع
الرائعة في الأدب السياسي، يعني في الأدب السياسي. لماذا؟ لأنه ليس فقط باللغة المحبوكة جيدا وبالمفردات المعبرة، كل مفردة في هذا الإعلان تعبر عن مساحة كبيرة من التاريخ، ولذلك تم اختيار المفردات بعناية. دعيني أقول أنه صيغ ليلخص في مقدمته، لأنه هو ينقسم الإعلان إلى قسمين. القسم الأول هو المقدمة، وهي يعني ما هي المقدمة؟ المقدمة تقول هذا الشعب هو ابن هذه الأرض، متجذر فيها منذ التاريخ، صاغ في على هذه الأرض هويته، حضارته، شخصيته الوطنية. وأيضا في المقدمة شرح بمفردات رائعة وبسيطة التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني، التاريخ النضالي منذ أن بدأ وعد بلفور قبل أكثر من 100 عام، وكيف واجه هذا الشعب بإصرار يعني يكاد يشبه المعجزة النضال الوطني، كيف صاغ هذا النضال الوطني في مواجهة أكثر المشاريع الاستعمارية خطرا على كل شعوب الأرض. يعني المشروع الصهيوني يعني هو إحدى أهم إبداعات الاستعمار العالمي، عندما اخترعوا الشعب اليهودي وجاءوا به إلى المنطقة ليصمموا كيانا صهيونيا وينفوا شعبا آخر بالمقابل. إذن هو لخص هذا الإعلان، هذا التاريخ النضالي الكبير، ثم جاء في المقطع الآخر ليعلن الدولة ما هي، وحدد بشكل رائع أيضا هوية هذه الدولة. يعني هي الإعلان بما يخص المقطع الثاني هو دستور متكامل، دستور لدولة مدنية حديثة عصرية ديمقراطية تؤمن المساواة، هي دولة كل مواطنيها، لا فرق فيها بين الطوائف، لا فرق فيها بين عرق وعرق، لا فرق في كل مواطني هذه الدولة متساوون، فيها احترام لمبدأ سيادة القانون، فيها احترام لحقوق الإنسان، فيها أيضا لحرية التعبير وحرية الرأي. إذن هي دولة عصرية بكل المواصفات، دولة وطنية فلسطينية عصرية، وأيضا في بعدها الحضاري والإنساني. ممتاز. البعض يعني يشكك بالاحتفال سنويا أو هذه الذكرى، إنه إحنا لا يجب أن نحييها بالصورة ونعطيها الأهمية كونه إحنا ما زلنا يعني الشعب تحت الاحتلال. فيعني بحديثنا عن أهمية، بالعكس إنه إحنا لازم بإحياء هذه الذكرى وعدم التشكيك أيضا بجدوى الاحتفال بشكل عام. يعني بالتأكيد هناك نوعين من البشر يشككون، في نوع وهو الأخطر في تقديري، هو الذي لم يشارك أصلا في صناعة التاريخ الفلسطيني، هو طارئ على النضال الوطني، جاء متأخرا للنضال الوطني ولم يشهد تلك المرحلة النضالية الطويلة التي صاغها، وبالتالي يحاول أن يقلل من هذا الإنجاز التاريخي. وهناك نوع آخر يعني أصيب بالإحباط لأنه لم يستطع الشعب الفلسطيني تجسيد هذا الحلم بالدولة منذ ذلك التاريخ 31 عاما وحتى الآن. ولكن كما قلت في البداية، المسألة رمزية، المسألة هي تأكيد الشعب الفلسطيني لتمسكه بأهدافه الوطنية وإصراره على تحقيقها. يعني المسألة ليست مسألة أن نحتفل، المسألة هي إبراز هذا الإصرار. لذلك يعني أنت في بداية البرنامج تحدثت عن برقيات تلقاها الرئيس. هل هؤلاء رؤساء الدول لا يدركون رمزية هذا اليوم؟ هم يعرفون أن الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لا يزالون تحت الاحتلال، ولكن لماذا يرسلون برقياتهم؟ يرسلون لأنهم يدركون أنه نوع من الدعم على إصرار هذا الشعب على أنه سيجسد استقلاله الوطني، سينال حريته بنضاله واستمرار نضاله الوطني. الشعب الفلسطيني لم يتوقف يوم عن النضال، هو مستمر بأشكال النضال المختلفة، ولن يتنازل عن حق واحد من حقوقه الوطنية. لذلك لا، العكس من ذلك، هذا اليوم له رمزيته، هو يوم مهم، هو يوم لخص المشروع الوطني. نحن لا نزال في ذلك المشروع الذي صاغه إعلان الاستقلال، ما زلنا نطالب أيضا بدولة فلسطينية بالتأكيد مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. صح. نعم. وهنا نتحدث أيضا عن التضامن الواسع مع القضية الفلسطينية، ودعنا نعود في الزمن قليلا، يعني سيد باسم، ونتحدث عن الجزائر وموقفها في دعم القضية الفلسطينية والخروج في هذا
الإعلان وإعلان وثيقة الاستقلال من منبر دولة الجزائر، دولة المليون شهيد. يعني هذه ذكريات مهمة، يعني بالتأكيد أنت تعرف الجزائر، أول شيء يجب أن نتذكر أن حركة فتح عندما تأسست في نهاية الخمسينات وعندما انطلقت بالثورة في عام 65 استلهمت إحدى، يعني إلهامها الرئيسي استلهمته من الثورة الجزائرية. هناك علاقة خاصة بين الثورة الفلسطينية والجزائر، لأننا كأننا استفدنا من الدرس، درس الثورة الجزائرية، وانطلقنا بالثورة الفلسطينية انطلاقا من الاعتماد على النفس، الإمساك بالقرار الوطني. هذه الدروس التي استفادتها الثورة من الجزائر. الجزائر يعني حقيقة استمرت منذ الاستقلال، استقلالها في البداية هي التي فتحت أبوابها لحركة فتح، وفتحت أبوابها للأخ أبو جهاد الذي فتح أول مكتب لحركة فتح في أي دولة عربية. إذن الجزائر منذ البداية كانت دائما تدعم الحق الفلسطيني، تقف بكل قوة إلى جانب الثورة الفلسطينية ونضال الوطن الفلسطيني. وأنت لاحظتي هذه المرحلة بالتحديد هي جاءت بعد حالة انشقاق في منظمة التحرير والثورة الفلسطينية التي تلت الاجتياح الإسرائيلي عام 1982. هناك حصل انشقاقا بدعم من بعض الأنظمة العربية مع الأسف لشق الثورة الفلسطينية، لشق فتح ومنظمة التحرير. الجزائر هي التي سعت إلى توحيد منظمة التحرير في مؤتمر سبق هذا المؤتمر المجلس الوطني بعام سنة 87، وحدت المنظمة. وانظري كيف هذا التوحيد قد أدى إلى ما أدى إليه. إذن الجزائر هناك موقف تاريخي للجزائر، هناك موقف هي حاولت بكل الوسائل أن تحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة منظمة التحرير، واستمرار النضال الوطني، لأن هذا النضال ليس مهما فقط للشعب الفلسطيني، إنما هو مهم لكافة الشعوب العربية، لأن الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، الخلاص من هذا الكيان، هو في واقع الأمر هو منقذ للأمة العربية ومهم لنهضتها وحضارتها في المستقبل. نعم، يعني كونها رجعت للجزائر وللوقت قديما، وذكرت أو سألت حتى عن الاحتفال، عن جدوى الاحتفال ومن يشكك باحتفال به سنويا وإقامة الاحتفال بالفعاليات والأنشطة الخاصة فيه، ماذا كان يعني إعلان وثيقة الاستقلال في ذلك الزمن، يعني من عام 1988؟ يعني أنا حضرت هذه المناسبة شخصيا، يعني أنا حضرت المناسبة وعشتها، وكانت لحظة عاطفية جدا لكافة الشعب الفلسطيني. لقد يعني تستطيع أن تقولي كل فرد فلسطيني في 15 تشرين الثاني نوفمبر سنة 88 اقشعر جسده، شعر بأمل كبير، لأنه هو ترافق هذا الإعلان مع انتفاضة للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني كله قال لا لهذا الاحتلال، ليس فقط عملية عسكرية هناك أو عمل عسكري هناك يناهض الاحتلال أو حدث هنا أو هناك لمناهض. الشعب الفلسطيني وقف بكل أطيافه، بشبابه، بشيوخه، بأطفاله ضد الاحتلال. إذن جاء في لحظة تاريخية. يعني أنا أتذكر يعني كنت في تلك الليلة في نقاش مع زميل صحفي لبناني، و يعني كان النقاش متى ستكون الدولة مجسدة على الأرض. كان هناك أمل بأنها مسألة سنوات، ولكن مع الأسف التطورات اللاحقة لإعلان الاستقلال، حرب الخليج، انهيار الاتحاد السوفيتي، التطور الموضوعي المعاند لطموحات وأهداف الشعب الفلسطيني هو ما أخر مسألة الاستقلال، وهو ما أثر أيضا على الانتفاضة، ويعني أحبط من جدوتها ومن اندفاعها نحو التحرير ونحو الخلاص من الاحتلال. لا، كان هناك يعني لحظة مهمة بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهي مهمة لا تزال للشعب الفلسطيني، لأنها تجسد هذا الحلم في الاستقلال وفي الحرية وفي حق تقرير المصير والعودة لكل لاجئ فلسطيني إلى وطنه. إن شاء الله. كل الشكر لك سيد باسم برهوم، شكرا. كاتب ومحلل سياسي، وأيضا على الذكريات اللي شاركتنا فيها، يعني خلال شكرا. وجودك في لحظة إعلان وثيقة الاستقلال من قبل الشهيد الرمز البطل أبو عمار. كل الشكر لك. شكرا.
شكرا لك مرة أخرى. ومشاهدينا يعني إحنا على يعني على مقربة أيام من العدوان الإسرائيلي الذي كان والذي استمر أيضا ليومين على قطاع غزة، أسفر عن سقوط وارتقاء 36 شهيد. تحدثنا عن عائلات بالكامل استشهدت، يعني ربما من خلال محطتنا الصباحية هذا رح ندخل لتفاصيل أكثر للحياة، حياة العائلة من بعد والعائلات عامة طبعا هناك في غزة من بعد سقوط الشهداء هناك. صحيح، يعني مشاهدينا أكثر من 30 شهيد ومئات الإصابات خلال العدوان الإسرائيلي الذي بدأ من فجر يوم الثلاثاء، وكيف العائلات وكيف تعيش في هذه الحياة وفي هذا العدوان المستمر الذي ما زال متواصلا، يعني في رغم كل هذه المحاولات للتهدئة والهدن التي تحدث عنها. دعونا نتابع مشاهدينا هذه الفقرة التي أعدتها لنا الزميلة بيداء معمر عن أوضاع العائلات النفسية وكيف أثر عليهم العدوان الإسرائيلي. لشهدائنا والشفاء لجرحانا، 34 شهيدا في جولة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، هذا الرقم الذي يحمل قصصا، آلاما، أوجاعا في بيوتنا. العائلات الفلسطينية منهن من فقدت أبنائها، منهن أيضا من فقدت زوجها، ومنهن من فقد الأب والأم معا. هنا في بيت عزاء الشهيد راني أبو نصر من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، هذا الشهيد في مقتبل العمر ترك خلفه 4 أبناء أيتام، يعني معي زوجته للشهيد أم أسامة. بداية أم أسامة عظم الله أجركم، الله يرحمه لنا، عظم الله أجركم أم أسامة والله يرحمه لنا. الله يرحمه، هو إيراني بن آدم عادي زي كل البشر، بروح على شغله وبيجي من شغله وبروح يوميتها يوم ما استشهد، نفس اليوم اللي استشهد فيه روح من شغله بدري، اجى على الدار اتغدى وتحمم وطلع وعادت. يعني اكيد انت كزوجته كانت انه صدمه انك تتقبلي خبر انه زوجك. اكيد صدمة كبيرة انها تقبل انه جوزي يجي اسمع عنه شهيد، حدا يتصل فيه ويقول لي وين جوزك انت، واطلع ولا الاقيه في الثلاجة. رحت فجأة لقيته محطوط في الثلاجة. لو بدنا نتذكر ام اسامة منك اخر موقف كان حصل بينك وبين زوجك كحياة طبيعية، كل يوم متعودين انه زوجك موجود قبل اطفالك. ولا يتغدى معانا، هو بحب شغله، بكافح يعني بشغله، بدي يربي، بيجي على رزقة اولاده يربيهم تربيه كويسه. دائما هو دائما مخه انه مسألة تعليم، اعلم ابني قريهم 24 ساعه. اتصل من شغله اسامه راح على المدرسه، اسامه بصر ايش، اسامه راح على درسه، حاطه بدرس خصوصي، دائما بيسالني اسامه راح على الدرس الخصوصي زي هيك بسأل. برغم انه اهتمامه لشغله كمان بحب انه يهتم في اولاده، اكيد انه بحب الضحك، بتمسخر مع مين اجى، مع مين ما جاء، مع اللي في الشارع، اللي بعرفه واللي بعرفوش. يعني تروي ام اسامه اليوم يعني اصبح ذكرى الشهيد راني بذكريات من روحه الجميله في البيت. معي احد ابناء الشهيد اسامه، صح؟ اسامه رحمه الله على الباب. أنا كنت بحبه وبقي يحبه، قبل ما يطلع شو يعني حكى لنا هذه الجاي سلام، هذه جاي طلع سكر البيت وما رجعش، بقى من الشغل يدور وبقى يحب الناس والناس تحبه. أسامة أكيد أنت شعورك اليوم كتير متأثر إنه البابا اليوم مش موجود عندكم، شو يعني بكرة ولقدام شو بدك تعمل، شو نفسك إنه يصير إنه أنت كطفل فلسطيني؟ أنا بقى يحب أتعلم، كل ما هذا يقول لي روح أتعلم ما يخلينيش، هذا يقول لي ضلك أتعلم، وبقى يحب هو إنه بس أتعلم. حتى الوالد يعني الشهيد كان يوصي أبنائه على التعليم. يعني أيضا معي من أطفال الشهيد البنت الصغيرة اللي إحنا شايفين قديش البراءة على وجهها، ويمكن مصدومة كمان من خبر استشهاد والدها. شو اسمك؟ مريم.
شو اسمه؟ راما. راما، شو بتقولي انت اليوم؟ انت بتعرفي انه بابا استشهد؟ تحبيني بابا؟ شو بتقولي؟ بابا يرحمه ويخش الجنة ان شاء الله. حبيبتي ربنا يرحمه، ويعني اكيد انه المشاعر صعبه يمكن تتقبلها لما تكبر، انه تعرف انه شو صدمه انه ابوها شهيد. عظم الله اجركم خالته للشهيد. اي نعم، شكر الله صدقك. طبعا انتوا رسالتكم اليوم في ظل انه والد ووالدته للشهيد هم في مصر بتلقوا العلاج، واكيد انه صعب انهم يروحوا ويلاقوا انه ابنهم كمان مستشهد. اي نعم، صعب وصدمة كبيرة علينا وعليهم. الله يصبرهم، لهم هم الرحمة يا رب، يرحم ابنهم الشهيد. والوالدة طلعت تعالج ومعها زوجها، واجههم الخبر، كانت صدمة كبيرة ومؤلمة علينا وعليهم وعلى أهل بيته، والحمد لله الله يرحمه. يرحمه، يعني فعلا هنا الحسرة وألم الفراق، يعني حين كما أيضا الوالد والوالدة أن لم يروا ابنهم عند لقائه الأخير، عمته للشهيد عظم الله أجره. شكر الله يسعدكم. لا الحمد لله، مو لما جاه الخبر والله كانت شوي صعبة عليها، بس الحمد لله يعني قعدنا نصبر فيها، والحمد لله طول عمره والله يجري ويطارد على رزقة أولاده، والحمد لله الكل بيحبه ودائما وجهه يضحك والله، وبلاط الشهادة وبلاط الشهادة، والحمد لله ماتوا وراح على رزقة أولاده، والحمد لله الله يرحمه، نتقبله شهيدا عند الله الحمد لله. صح صح صح، كانت صعبة على أمه وأبوه، لكن إيش بدنا نطلع، مش طالع بيدنا ولا حاجة، الحمد لله اللي من الله يا محلاه. الحمد لله كسب الشهادة أحسن من كل الدنيا، هو في رزقة أولاده. شقيقاته للشهيد يعطيك العافية عظم الله أجرك. سعي الله، شكر الله. طبعا أكيد أنه الموقف صعب تتقبله أنه أخوك شهيد، شو بتقولي اليوم رسالة للعالم في ظل أنه الاستهدافات والتواصل لقتل أبنائنا والأطفال والشباب والنساء؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنه ربنا قبله شهيد، الحمد لله انبسطنا له كتير لشهادته، كانت صعبة علينا بس الحمد لله رب العالمين، حسبنا بالله وأنت النعم الوكيل عليهم. فش ولا إشي سالم، لا طفل سالم، لا امرأة سالمة، لا عجوزة سالمة، حتى الحجر مش سالم، حتى الجنين برحم أمه مش سالم، الجنين هو جنين مش سالم، الحجر ما سلمش، كل إشي في غزة مش سالم، والحمد لله إحنا في جهاد مرابطين ليوم الدين. إذا أخوي مش مجاهد طالع لا رزقته، الطيارات استهدفته، هو مواطن عادي. هنا المعاناة والمأساة الحقيقية التي تجسدها كل بيوت الفلسطينيين في فقدان الأبناء وأعز ما يملكون، وهذا ما حدث لعائلة الشهيد راني أبو نصر. والمؤلم أيضا عندما تغادر والدته ووالده ويجدون أنه ليس في المنزل، هنا فعلا الجرح. ننتقل إلى قصص أخرى وأوجاع أخرى من معالم الألم التي نعايشها دوما ومع عايشناها في جولة التصعيد، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، هنا لون آخر من الألم والحزن والفقدان، هنا في عزاء الشهيد إبراهيم الطبوس، هذا الشاب الذي يعني مضى على زواجه شهرين، يعني في عزاء، يعني مقدم العزاء لوالدة الشهيد إبراهيم الطبوس. طبعا في البداية عظم الله أجركم والله يرحمه إبراهيم. حشتي، احنا عارفين قديش الفراق صعب، واحنا مقدرين مشاعركم، والجرح صعب بالفعل. احنا اكيد انه بتتذكري بهالشهرين كيف مضوا على ابراهيم، هو لساته عريس جديد وتم استشهاده في هذا التصعيد، شو بتقول؟ الحمد لله رب العالمين، تم عرسه ما شاء الله عليه، كل بيحكي عليه على عرسه، على حلاوة عرسه، هو ما شاء الله عليه ولد مؤدب ورجل دايما راضي عليه وما شاء الله عليه. يعني فعلا مشاهدينا الكرام، هي مشاعر من الألم لا يمكن وصفها بقدر يعني التجربة. من يذوق الألم والمعاناة فعلا هي الأم التي تفقد نجلها. يعني معي أخو للشهيد إبراهيم، يعطيك ألف عافية وعظم الله أجره. شكر الله سعيكم. طبعا أنت أخو الكبير، الصغير ولا أكبر واحد فيهم؟ الكبير. وسهلا فيك. شو ممكن احنا في هذا الوضع واحنا بنعزيكم وربنا يصبركم على فراقه لابراهيم، شو ممكن تحكي لنا عن ابراهيم؟ هو شاب طموح خلوق دبلوماسي،
ما بيرفض اي، ما عنده اي، ما بيقول لا. الشغله الوحيده اللي قال عنها لا اللي هي الحاجات اللي الخطا، ما اي شيء كان هو الصح كان يمضي فيه. ابراهيم محبوب من الجميع، ابراهيم فرحنا فيه قبل شهرين، انطلقت له زفه العريس، كان فرح وفرح جميل، الكل حكى فيه. احنا لاحظنا انه لسه التزيين في الشارع، يعني في ايام فرحه وايام حفلته لابراهيم. صحيح، احنا فرحنا فيه قبل شهرين من تاريخ اليوم، اجوا زملائه وعملنا له فرحه كبيره، وكانت الفرحه على قد محبه ابراهيم. انا تفاجات الحشودات اللي كانت في حفلته وفي الشخصيات اللي حضرت، ابراهيم محبوب كان، وعملوا له فرحه، عملوا له زفه، عملوا له فرح كبير، واستمرت ارهاصات فرحه الى ما بعد الفرح، يعني حتى مضى يمكن شهر قريب الشهر ويستقبل التهاني في هذا المكان. اخي يعني ابراهيم، لو يعني اكيد انه ما تمكنت تكون معنا اليوم زوجته للشهيد، يعني بحكم التجربه وصعوبه الفراق لزوجها، ردت فعل الزوجه؟ هو الفراق صعب، يعني الفراق صعب على الجميع، زوجته وامه واخوته، ولكن يعني الفضل والمكان اللي ربنا اكرم الشهيد فيها نوعا ما بتهون، يعني هو عزاءنا انه استهدف واستشهد ومات بطلا. الزفة الذي خرج فيها بالأمس من الدنيا للآخرة كانت زفة مضاعفة عن زفته أيام ما كان عريس، هذه كانت برضو هونت نوعا ما. إبراهيم انتقل لمكان يعني يجب على الجميع أن يتمناه، انتقل لمكان على جميع أن يهنيه عليها بفضل الله تعالى. هو شهيد للوطن، عظم الله أجركم والله يرحمه. معنا أيضا إحدى السيدات، يعني خالته للشهيد إبراهيم، عظم الله أجركم. شكرا الله سعيكم. يعني خالتي، أكيد أنتم اليوم كرسالة أم فلسطينية، ودائما الأم الفلسطينية بتتحمل، بتضحي، بتقدم أبنائها للوطن. اليوم أم إبراهيم الضبوس ابنها الشهيد، وما له شهرين يعني عريس جديد، شو بتقولي؟ أقول الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب، ويجعلنا نكون زيه أحسن إشي. والله إنه شاب محترم، والله معاناة كبيرة للشعب، والله هو يعني استشهد وتريح، لأنه إحنا اللي في معاناة، هو في الجنة إن شاء الله يا رب. الله يعدنا موعده من خير يا رب يا رب. رحمة الله للشهيد إبراهيم الطبوس. يعني بالفعل هي مشاعر من الألم، نوع أنه عايشها في بيوتنا، في أعزائنا. يعني أكثر ما يؤلم هو من فقد نجله، من فقد أباه، من فقد أيضا الأم. هي المشاعر دوما نقولها، دوما الأم الفلسطينية هي التي تضحي وتصنع أجيالا للحرية وللتحرير. واليوم نقدم كل التحية لكم فلسطينية فقدت ابنها شهيدا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. لهنا كن وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، بالعودة إلى استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشروع فلسطين هذا الصباح، ويسعد صباحكم من جديد. أهلا فيكم من جديد مشاهدينا. ومن ضمن هذه المحطة اليوم رح نتحدث فيها عن نتائج مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام 2019. كان في مؤتمر يوم الخميس لإعلان هذه النتائج، اللي كان مجملها تتحدث عن تراجع في ظاهرة العنف في آخر 8 سنوات، لكنها ما زالت في مستويات خطيرة تستوجب طبعا إجراءات معينة متوجهة لفئات مختلفة من المجتمع لتعديل هذه الظاهرة، وصولا يعني لزمن ممكن أن هي تختلف هذه النسبة وتصل إلى نسبة أقل أكيد. نعم مشاهدين، يعني هذا التقرير الموسع قام فيه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أيضا بالتعاون مع عدة مؤسسات ووزارات، منها وزارة شؤون المرأة، وهو ينفذ للمرة الثالثة في فلسطين. كان أول مسح للعنف في عام 2005، والمسح الثاني أيضا في عام 2011، ولكن اليوم نتحدث عن المسح لعام 2019، واللي سلط الضوء على ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني، سواء العنف الأسري المجتمعي أو العنف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الحديث أكثر طبعا
عن هذه النتائج التي خرجت عن التقرير. يسعدنا أن نرحب اليوم في الدكتورة علا العواض رئيس جهاز الإحصاء المركز الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يسعد صباحكم ويسعد صباح جميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يعني كما ذكرت يارا منذ تأسيس جهاز الإحصاء المركز الفلسطيني هذا المسح الثالث الذي يعني يركز ومخصص هو لهذا الموضوع. نتحدث عن هذه النتائج، هي اختلفت عن النتائج الماضية ولكن في طرق أخذ المعلومات، في طرق مشاهدة هذه الظواهر، ملامستها للواقع، كيف اختلفت عن المسح اللي كان بال2005 واللي كان بال2011؟ هو بصراحة هو من المسوح النوعية المتخصصة، هو ممكن أحكي إذا هو من المسوح الصعب اللي بتم تنفيذها إذا مش هي من أعقدها، خاصة لما إحنا بدنا نقيس يعني الموضوع العنف، فهو أصلاً موضوع حساس جداً. صح. اللي يتم تناوله مع الأفراد ويتم كمان التعاون فيه باتجاه هذا الجانب، ولكن الخبرة اللي إحنا بنيناها واللي استفدنا منها بصراحة بتنفيذنا لعدة مسوح، وأيضاً كمان وجود معنا لجنة استشارية من خبر محليين، من مؤسسات المجتمع المدني، من وزاراتنا المختلفة اللي إحنا فعلا فخورين جدا فيهم واللي كان لهم دور كتير كبير في إنجاح هذا المسح. فصحيح هو مؤشر، بنحكي عن مؤشرات حساسة، ولكن فعلا قاست عنا ظاهرة العنف عنا في المجتمع الفلسطيني. خصوصية مجتمعنا هو بعاني من عنف مجتمعي وبعاني من عنف احتلال، وهذا بحد ذاته كمان بزيد صعوبة في هذا الجانب. ولكن زي ما تفضلتي في البداية إنه قسنا مؤشر العنف لكافة فئات المجتمع، يعني غطينا الأطفال دون الـ 12 سنة، غطينا الأطفال بين 12 و17 سنة، غطينا الشباب، فئة الشباب بين 18 و29، الأفراد المتزوجين ذكور إناث، الأفراد الغير متزوجين ذكور إناث، النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج، الرجال المتزوجين أو سبق لهم الزواج، أيضا كبار السن. فهو غطى كل فئات المجتمع، بالإضافة لذلك غطينا مش بس الفئات، غطينا الأشكال العنف، لأنه في عنا عنف نفسي، في عنا عنف جسدي، في عنف جنسي، في عنا عنف اجتماعي، في عنا عنف اقتصادي، في عنا لكبار السن بنسميه إساءة أكثر، هي إساءة نفسية، إساءة جسدية، وبالإضافة للعنف الإلكتروني اللي بدأ كمان يظهر جديد. كمان جديد في مجتمعنا واللي ما كانش موجود سابقا. نعم. وإحنا نتحدث عن عينة تقريبا، نحكي عن عينة تقارب 19,000 شخص يعني تم أخذها، ومن خلال هدول الأشخاص قدرتوا أنكم تحصلوا على هذا هاي الكمية من الإحصاء. وهون خلنا نتحدث يعني دكتورة علا عن أبرز شكل العنف وفق الإحصائيات، يعني بنحكي عن عدة أشكال ولكن ما كان أبرزها؟ هي بالبداية هي 19,000 أسرة، الأسرة هي من مجموعة أفراد، فهي بتتعدى إذا بنحكي عن الأفراد هي بتتعدى يمكن الأكثر من 50,000 اللي تم مقابلتهم. لما بحكي لأنه العينة كانت أسرة، والأسرة طبعا بتشمل عدة فئات من الأفراد. الأبرز النتائج تقريبا معظم الأشكال العنف ضد جميع الفئات هي انخفضت باستثناء الأفراد الغير متزوجين ذكور إناث، وأيضا اتجاه الإساءة اتجاه كبار السن، ولكن بالإجمال كل أشكال العنف اتجاه جميع فئات المجتمع انخفضت. على سبيل المثال نيجي نحكي النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج، كانت بال2011 نسبة العنف من الزوج للمرأة المتزوجة أو سبق لهن الزواج 37%، اليوم بنحكي عن 29%، يعني اليوم بنحكي 3 نساء من كل 10 نساء بتعرضوا لأحد أشكال العنف من قبل الزوج في هذا الجانب، المتزوجة أو سبق لهن الزواج. أيضا إذا بنحكي على الزوج كمان إحنا قسنا، وهذا كان إشي مش سهل، إنه العنف الزوج أيضاً يعني من الزوجة اتجاه الزوج،
أيضا قلت النسبة، كانت بال 2011 كنا نحكي إنه الزوج أو اللي سبق إله الزواج. إحنا متفاجئين إن النسبة، إحنا متفاجئ إنها قلت كمان. اتعرض لأحد أشكال العنف من زوجته، كانت بال 2011 17%، اليوم بنحكي عن 13%. الإشي اللي كمان ملفت للنظر إنه إحنا ما بس حكينا عنف نفسي ولا عنف جسدي، برضه قصنا شدة العنف، يعني هل كان إشي بسيط أو إنه كان متوسط أو حتى شديد. وهذا اللي إحنا كتير بهمنا، يعني هاي بداية الخطوة، ولكن الأهم إنه كيف إحنا نستكمل العمل على هذا الموضوع. من الملفت كتير كان للانتباه حتى إلي كامرأة، إنه اللي عنا الأفراد اللي بيعرفوا أو خلينا نحكي النساء بشكل عام، المتزوجات أو غير المتزوجات، اللي بيعرفوا بوجود مراكز حماية من العنف 40%، ولكن اللي بتوجهوا لهاي المراكز عندنا بالضفة، محافظات الضفة الغربية وصلت 1%، وبمحافظات قطاع غزة أقل من 2%. هاي مثلا برضه بتعطينا مؤشر كتير كبير إنه في لازم يكون هناك كمان توقف كتير كبير اتجاه هذا الموضوع. بالإضافة إنه سألنا إنه على سبيل المثال الزوجة، إذا تعرضت لعنف لأحد أشكال العنف لمين بتتوجهي؟ أو بالأحرى قبل لمين بتتوجهي، لشو بتعملي، شو ردة فعلك؟ فكان 61% منهم، يعني أكثر من النص، بفضله يسكتوا عن العنف اللي بتعرضوا له. وهي كمان بحد ذاته كتير من الأمور اللي بتتوقف. فإحنا ما بنحكي بس إنه الفرد بتعنف أو ما بتعنف، وإيش شكل العنف اللي بتعرض له. المشكلة كمان كيف التعاطي مع التعاطي مع التعرض للعنف، شو بيعمل. وهي كمان من الأمور اللي يجب إنه نتوقف جميعا عندها، خاصة إنه يعني بحكي اللي بتوجهوا للمراكز كانت سابقا بال 2011 اقل من 1%، وصلت 1%. هل بعد 8 سنين هل هاي فقط تتحرك ل 1%؟ هذا التحرك. هلا طبعا انا باجي باكد كمان هون، اذا بدل على شيء بدل انه لما بنحكي عن هاي الظاهره، ظاهره صعبه جدا في مجتمعنا، وبالوضع اللي احنا بنعيشه إلها خصوصية كتير كبيرة، لأنه كلياتنا بصراحة مين منروح، كلنا منتعرض للعنف. يعني والعنف، يعني على الأقل نحكي من العنف من الاحتلال. وكمان يعني مين فينا كمان اللي بالبيت منضلنا هادين، إلا في إلا الواحد بالآخر ليتعرض له لأي شكل من الأشكال، تتعرضي أو أنت كمان اللي بتكوني لك دور بإنك تعن، ممكن كمان يكون عنف نفسي. بالضبط. كمان في جانب اللي كان الخطير، إنه عنا أطفالنا اللي دون 12 سنة هن أكتر الفئة في مجتمعنا اللي بتتعرض للعنف من أحد أفراد الأسرة، واللي وصلت عنا 55%. أظن التقرير ذاكر إنه أكثر من الذكور والأمهات هم من يعني بيمارسوا العنف على الأطفال. نعم، هاي النسبة موجودة. صحيح. إنه إذا منتطلع على فئة الأطفال تحت 12 سنة، هن الذكور اللي بتعرضوا أكثر للعنف من الإناث. ولكن كمان سألنا مين من أفراد الأسرة المعتدي على الطفل، يعني بأحد أشكال العنف، هي أكثر النفسي والجسدي تجاه الطفل. فهي كانت الأم. هلأ هون بنحكي على المنظومة، لأنه هي مش دور بس مؤسسات، هي الدور كيف إنه نشتغل على منظومة تكاملية، ابتداء من الفرد داخل الأسرة، ابتداء مني أنا كأم وكزوجة، بعدين وللمدارس كمان قصنا كمان العنف في المدارس، وكانت برضو النسبة كانت عندنا كمان مرتفعة، وخاصة بين قسناها للي بالجامعات وقسناها للأطفال بالمدارس، واللي كان بالمدارس كانت برضو عالية. أيضا قسنا العنف الإلكتروني،
وجدنا انه في عندنا اصبح ظاهره عنف الكتروني كمان في مجتمعنا الفلسطيني، هي لم تقاس سابقا، احنا اول مره بيتم قياسها، ولكن مين اكثر حد بتعرض للعنف؟ كيف تنقياس هذه الظاهره والاشكاليه؟ هذه سؤال، يعني هو هذا السؤال، انه هل تعرضت، يعني طبعا في اكثر من التعريف، يعني اكثر من شكل اللي احنا نسال أو فيه القياس. انه هل تعرضت لاساءه، يعني عند استخدامك لاحد اشكال على سبيل المثال السوشيال ميديا. في كثير عده اسئله بتنسأليها حتى نشوف انه حدا غلط عليكي، حدا حط لك شيء، حدا استخدم بروفايل، يعني هذا على السوشيال ميديا، بس في كله، في كثير اسئله اتجاه القياس العنف الالكتروني، نفس الشيء للعنف لكافة أشكال العنف، يعني حتى لما بنيجي بنحكي على العنف الاقتصادي ولا العنف كمان الاجتماعي، إيش هو القصد بالعنف الاجتماعي؟ العنف الاجتماعي إذا إنه مثلا للنساء المتزوجات، إنه زوجها على سبيل المثال رفض إنه تتواصل مع أهلها وأقاربها، رفض إنها تخرج من البيت، هذا يصنف تحت العنف الاجتماعي. العنف الاقتصادي إذا مثلا ما اعطوهاش ميراثها، اذا هي منعها زوجها انها تشتغل، او اذا ما اعطاهاش مصروف ضمن المتطلبات. نعم، يعني هذا بما يخص الاسره عفوا الاسره الفلسطينيه. هنا ايضا نتحدث عن العنف في اماكن العمل، يعني وهذا من اشكال العنف اللي كان موجود داخل الاحصائيات، يعني لو نشير له لهذا الموضوع. طبعا زي ما حكيت انه احنا قسنا كمان الاشكال العنف المختلفه ضمن اماكن، يعني كان نحكي عن الاسره، نحكي عن اماكن عمل، نحكي عن الشارع، كمان نحكي عن المراكز الصحية. وطبعا كان في عنا كمان التعرض على سبيل المثال بالنتائج، انه الشباب والشابات كمان هن اللي بتعرضوا اكثر للعنف، خاصة الغير متزوجين للعنف منه من المتزوجين. ولكن كمان عنا هناك كان عنف في عدة اشكال، اكثرها هي النفسية ولحد ما ممكن نحكي عن الجسدية في أماكن العمل. طبعا بعد ما انتشر المسح وصار كمان حاضر على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا عبر موقعكم الرئيسي، كمان هو رح يكون كمان فرصة لنا كمان أنه إحنا ناخد يعني يوميا مواضيع نناقشها، يعني ندخل في الأسباب ربما كمان اللي أدت أنه تتواجد ظاهرة العنف. صحيح. بكافة أشكاله، يعني في كتير تفاصيل ذكرتيها أنت وأكيد هي حاضرة كمان في هذا المسح. كل الشكر لإليك ومثل من كمان جهودكم، والتحيات كمان للطاقم العامل في جهاز الإحصاء المركزي على كل هالجهود في إثراء كمان المسح بشكل عام. دكتورة عضلة العوض، رئيس جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، يسعد صباحك مرة ثانية. يسعد صباحك. كل الشكر لك دكتورة علا. ومشاهدينا احنا بنستكمل الحديث في هذا الموضوع، وفي الفقرة التالية بنتحدث عن أهمية اللجوء يمكن لبعض المؤسسات اللي ممكن انها تكون داعمة في حال وجود مثل هيك مواضيع، وفي حال تعرض اي فرد من افراد الأسرة او اي فرد من افراد المجتمع لهذا العنف، فكيف ممكن انهم يلجأوا للمراكز النفسية اللي ممكن تدعمهم. خلال هاي الفقرة رح نناقش كل هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.